ليلا وجدت جثته في فالوغة، 51 عاما من العمل والتعب أنهاها مجرمون برصاصتين بعد سرقة مبلغ 100,000 دولار. بيير فغالي وهو تاجر بالجملة للهواتف الخلوية وجد في سيارته مصابا بطلق في الكتف وآخر في الرئتين، وعلى جثته أثار ضرب. طلع من الشغل وكان عنده يمكن مشوار، مفروض كان يوصل هون يعني بالخمسة، خمسة خمسة وربع يدقوا له خطه مسكر وما كان يرد. فكرنا انه الناس اللي اخذوه ظهر البيدر ناس بيعرفهم، لانه هو كان مفروض يجي على البيت، مش مفروض يروح لغير مطرح. ناس يا زبونات عنده قالوا له وصلنا وعارفين معه مصاري، مأمن لهم طلعهم معه. هاي اللي صار. المجرمون يتم عائلة مؤلفة من 4 أولاد وزوجة فضلت عدم التحدث للكاميرا، لكنها طالبت بإعدام قاتل بيير.